الحالات الصوتيه في الفواصل لنا دي. اه هذه تحب تعملها انت؟ ايه رايك؟ ايش مرحبا. قص عليك. انت قص علي؟ مرحبا. هو مين هلال زميلنا؟ انا فكرك انت. لا مش انا. هذه مش انا. انا هقول القفه، القفه برعايه وراح اللي انت بتقوله بقى. اي اسمه سكودان. سكودان. يلا. المناعه النفسيه النبي والمناعه النفسيه، ان الرسول صلى الله عليه وسلم والمناعه النفسيه، شنو نجم نحكيه في هذا الموضوع؟ صلى الله عليه وسلم. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. يمكن من اول الحلقات وانا وحضرتك بنتكلم في رفع الصحه النفسيه عند البرنامج كله اسمه النبي والصحه النفسيه، حبيت النهارده الاسبوع ده او الحلقه ديت عشان يمكن تكون الاخيره ويمكن تكون لا، فقلت اعمل ايه؟ نفهم اللي احنا كنا بنتكلم فيه ده كله بيعمل ايه في مخنا، بيعمل ايه في نفسيتنا. فيه مصطلح طلع في علم النفس جديد قوي اسمه سايكولوجيكال اميونيتي او المناعه النفسيه. ان انا عندي الاميونيتي بتاعتي زي ما في عندي الجسم عنده مناعه جسديه بتحميه من الجراثيم والامراض والاوبئه، واحنا في زمن الكورونا دلوقتي فمناعه الجسم بتقاوم برشا الامراض الفيروسيه والبكتيريا والالتهابات والكلام من ده. على الجانب الاخر لو تخيلنا كده النفس بتاعتنا كانها شبه الجسم وراكبه فيه، يعني الناس تتخيل بس الموقف ده، النفس كمان لها مناعة نفسية، يعني لها قدرة على التحمل معينة. المناعة يعني ايه؟ المناعة النفسية. عموما المناعة الجسدية هي ايه؟ قدرة الجهاز الجهاز المناعة على مواجهة الفيروسات او اي دخيل عليه، القدرة بتاعته دي لازم تكون مظبوطة. لو قلت تحصل فيروسات عليا، طب ولو زادت يحصل حاجة اسمها امراض المناعة، ان انا زي اللوكيميا والخلايا تاكل بعضها، او يعني يحصل لي مشكله برضو. المناعه لازم تكون مظبوطه. ايضا في الامور النفسيه كده في الاحتياجات النفسيه بتاعتنا، المناعه النفسيه لو قلت هبقى عرضه للمرض النفسي، هبقى عرضه للاستغلال من الاخرين، هبقى عرضه لضعف تقدير الذات، هبقى عرضه لاي اضطراب نفسي، معناه ان مناعتي قليله، اي حاجه بتاثر فيا. واحنا طول الحلقات عمالين نتكلم في ان احنا عايزين نرفع حد القدره بتاع التحمل بتاع الانسان، خاصه احنا في زمن او في ظل الكورونا، كل الاوضاع والظروف متلخبطه عند اكتر الناس، فبنحاول نعمل الكلام ده معاهم. ايضا لو زاد جهاز المناعه، واحد مناعته النفسيه زادت قوي، يعني ذكي جدا، يولي مثلا شايف مقدر نفسه جدا، وكان المناعه او الدوزاج اللي احنا عايزينه من التقدير الذات زاد عن الحد، فيحصل ايه؟ ينقلب بقى، يبقى عنده حساسيه، عنده سرعه الحساسيه والاستثاره، عنده الاندفاعية، يبقى عنده النرجسية، يبقى عنده غرور ذاتي، كل ده لأن مناعته النفسية زادت شوية. ده كان بالنسبة للتعريف أو المفهوم بتاع المناعة النفسية. في عالم نفس في الشريحة رقم 2 عمل دراسة في منتهى الروعة على الفئران، كان عامل تجربة على الفئران، والفئران دي كان بيعزلها عن أبوها وأمها، يعزلهم عن أبوهم وأمهم أول ما يتولدوا. وبعدين يقعد الفئران أخرى ياخد توائم كده يقسمهم، نصهم يعزلهم ونصهم يخلوهم مع أبوهم وأمهم. وهنا عايز يقول تشوف تأثير العلاقات. وبعدين النص اللي بعده عن أبوه وأمه ده ياخد يقسمه النص كمان، ياخد نص يحطه في كأن مدينة ملاهي كده، يعني جبن وحاجات للفئران تاكل وتشرب وحياة رغدة يسموها، ونص تاني يخليه ياكل بالسيف ويعاني معاناة كبيرة جدا ويجوعه ويعطشه. وابتدى يشوف تكوين الخلايات، اللي هو راجل بتاع مخ واعصاب، وابتدى يشوف الخلايا العصبيه اللي ماتت نتيجه الجوع، نتيجه الحرمان، نتيجه الادمان، لانه كان بيحط لهم مواد مخدره كمان. وكان عايز يشوف لما نحط ماده مخدره لفئران وبعدين ننقلها في بيئه كويسه، او البيئه الكويسه اللي فيها الترفيه والكلام ده، ايه اللي بيحصل في المخ؟ فابتدى يعمل مصطلح سموه علميا نيوروبلاستيستي، المطوعه النفسيه. يعني ايه؟ وجد ان خلايا المخ اللي بتضمر او اللي بتضعف بترجع تاني لو الانسان اتحط في بيئه ايجابيه. يعني وجد تولد الخلايا العصبيه، ده كانت حاجه غريبه جدا عند العلماء بتوع المخ والاعصاب، احنا كنا فاكرين خلايا المخ اللي بتموت خلاص. فوجد ان لا، في حاجه في العصبونات او في الخلايا العصبيه بتتولد، يعني مخ الانسان بيتولد من جديد لو اتحط في بيئه ايجابيه، لو تفائل، لو احيط بناس بتحبه. فسمى الموضوع ده ايه؟ القدرة على توليد خلايا عقلية جديدة، او النيوروبلاستيستي، المطوعة النفسية. يعني جهازنا العصبي عنده القدرة انه يتكيف مع الضغوط لو سلبية، فبيخسر خلايا منه بيموت. الراجل ده عمل دراسة اخرى على الناس اللي بتجوع كتير واللي بتتعصب كتير، وجد ان الجوع الكتير او الفقر الكتير واللوم الكتير والنقد الكتير بينقص درجة الذكاء بتاع الانسان 10 درجات.
10 10 ده رقم خطير جدا، خلي بالك رقم 10 درجات ده، انت عارف لو انا 90 مثلا يعني عادي، لو نزلت 10 درجات بقيت متخلف عقلي، بقيت عندي تخلف عقلي بسيط، لو نزلت كمان لو انا كنت 80 ونزلت 10 بقيت متخلف عقلي شديد. 10 درجات رقم كبير جدا، فوق ما تتخيل. لو طفل النهارده طفل جاب 90 في درجه الذكاء يخش المدرسه ويتعلم عادي، طب لو نقص 10 درجات ما يخش المدرسه، 80 ما يدخلش المدرسه، لا يدمج، يروح مراكز تربيه مختصه. انت متخيل ضربك لابنك ولا اهانتك ليه ولا نقدك ليه ولا تجويعك للطفل في عمر سنتين ما تاكلوش بتخدم ما انتش فاضيله والكلام ده، الخلايا بتاع المخ بتموت. هذا الراجل ده وجد الكلام ده، فدي نقطه خطيره جدا. فابتدى يطلع يعني ايه المطوعه النفسيه. نفس الشريحه الثانيه دي هي القدره على اكتساب قدر اكبر، اكبر قدر من المرونه النفسيه. المرونه النفسيه بيسموها ريزيليانس، المطاوعه، المقاومه، يعني انك تبقى عندك مقاومه نفسيه. ليه بقى؟ الذي يسمح للانسان بالتكيف السليم مع الواقع، اللي هو يعمل ادجستمنت سليم، تكيف سليم مع الواقع ومع الظروف الاجتماعيه المختلفه. يبقى الانسان محتاج شويه مهارات معينه عشان خاطر يقدر يتكيف ويتوافق مع الواقع. المناعه الجسديه احنا عارفينها، وبنطعم وبناخد فاكسين كل واحنا اطفال، بنقعد ناخد فاكسينات كتيره جدا، ولما بنمرض بنروح للدكتور. لكن مناعتنا النفسيه في ناس كتير ما تبقاش مديها الاهتمام او نفس القدر ده، فعشان كده بيصابوا بقى بمشاكل واضطرابات في الطريق بتاعنا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول في هذا الموضوع: ان لربك عليك حق، ولاهلك ولجسدك ولنفسك عليك حق، ولاهلك عليك حق. يعني يا رسول الله ده يعني اسمع، طول ما بتدي حقوق مكونات نفسك، حقوق احتياجاتك، طول ما مناعتك النفسيه سليم. ممكن الراجل ده عمل منهج خاص بالعلاج بالتراحم، نون كومباشن او التراحم، منهج العلاج بالتراحم، او بيسموه الريزيلينس، منهج المطاوعه النفسيه. الراجل ده كتب 10 حاجات، 10 حاجات دول تلاقيهم عندنا في الدين الاسلامي في منتهى، قال لك الانسان بيعمل 10 دول كل يوم، مناعته النفسيه كل يوم بتزيد، يعني كانه كلهم بالطعم، كانه كلهم بالطعم. والمبدا كله لاحظ ان اسم المدرسه العلاجيه نون كومباشن، يعني نون فايلنت كوميونيكيشن، او التواصل الغير عنفي، اللي هو بيسموه التراحم، الكومباشن، يعني ان احنا بنعمل علاج بالتراحم. يعني ايه بالتراحم؟ قال لك اول حاجه لازم تبقى عندك القدره على الامتنان. اللي الناس اللي بتمارس المدرسه العلاجيه دي بيقعد كل يوم كده يقول انا ممتن لله، مثلا لو هو مؤمن، في 10 حاجات اللي هو سجل النعم. طب ولو انا ما عنديش، انا مش مؤمن، اجلس علاء والاستاذه الفاضله ده هتلاقيهم واجئ لهم فضل علي وسي امين. لان عكس الامتنان يا سي امين، وجد عكس الامتنان الحزن، الحسد، الحزن. يعني لو انت ما بتمتنش، ما بتشكرش الناس، الامتنان هنا معناها انك انت تبقى حاسس جراتيود، يعني ان انا جراتيود، يعني ان انا اشكر الناس. شوف بقى النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه بقى: من لم يشكر الناس لم يشكر الله. من لم يشكر الناس، اعملوا آل داوود شكرا. كل يوم بتدعي الله كم مره؟ تحمد وتشكر. بس احنا مشكلتنا ان يمكن نعمل مره عن سيكولوجيه الاستغفار والحمد. احنا بنحمد بلساننا يا سي امين. النبي ما كانش بيحمد بلسانه صلى الله عليه وسلم. النبي لما يجي يتكلم على دعاء الاستغفار كان يقول: اللهم انت ربي. بص الاول اقرار بالعبوديه، وانا انت ربي اقرار بالالوهيه، وانا عبدك اقرار بالعبوديه، على اللهم انت ربي وانا، اللهم انت ربي وانا عبدك على عهدك ووعدك ما استطعت، اقرار بالعجز امام قدره الله، اعوذ بك من شر ما صنعت، ابوء لك بنعمتك علي، اقرار بالنعمه واعتراف بالذنب، فاغفر لي. شوف المغفره جايه امتى؟ بعد ما استحضر قيمة الله في قلبه. يجي لكن احنا استغفر الله استغفر الله سبحان الله سبحان الله، فين قيمة الله في قلبك؟ ايوه يا امين سبحان الله الحمد لله، مسك السيف ازيك يا استاذ الحمد لله، لا اله الا الله، الله اكبر الحمد لله سبحان الله، ازيك يا امين ازيك يا علاء. فاحنا بنردد باللسان، بيسموها لا مش كيكه معناتها ولا فما برشا رياء، معناتها تاع بوتون هكا تجي يعطيها السرار كاي بوتون هكا تبدا تعمل هكا تفرش المسلسل صحيح، يقول لك انا راني كل يوم مواظب صحيح، نعمل 10000 بيسموه 10000 استغفار هكا بعد شفت يعني قبل رقم. طب ما تكتب لو الرقم له زرار يتعدل ما نعدل ونكتب 10000 وخلاص. بيسموه المانكي بيزنس او شغل القرود، يعني القرود بتقعد تقلد من غير ما تفهم، او البغبغه مثال لو انا مديك كتاب دلوقتي يا سي امين بقول لك اقراه لو سمحت، فانت قريته كده فتح سعيد ذهب فهمت ايه؟ تقول لي ما فهمتش حاجه بس قلت، يقول لك ما عنديش الوقت اون دياجونال نقرا. ما هي بقى المشكله بقى انك انت، احنا مشكلتنا في الكم، عايز اختم القران، عايز اسبع 10000، الرياء وان الانسان عنده عجب بنفسه وبقدراته، واسبق علاء وتنافس. انا راني نختم 4-5 مرات اقل شيء في رمضان. انت احسن ولا سيدنا عمر؟ ايوه اللي بيتكلم ده، انت احسن ولا سيدنا عمر؟ سيدنا عمر يعني سيدنا عمر حفظ سوره البقره في كم سنه؟ 8 سنين. الموضوع مش بالحفظ،
ما دي مشكله. الناس فاهمه عندها اشكال. احنا المسابقات والمنافسات واختم وخد حسنات والحسنه بعشرة، ولا احنا فاهمين حتى فاهمين الحديث غلط. فاهمين الحمد لله رب العالمين حتى اضرب 10 حسابات. القران ما بقاش للتدبر، ما بقاش للخشوع. الاصل في الكتاب الكريم النازل للتدبر. ناسنا تتدبر كل اقف عند كل ايه وتفكر فيها. الحمد لله رب العالمين. يعني رب العالمين احنا عندنا كم عالم في الدنيا؟ طب والعالم دي فيها ايه؟ بارك الله فيك. انت لو قعدت دول في رمضان كلهم شكرا تقول تقرا بس في الموضوع ده. يعني ايه العوالم اللي عندنا؟ تاثيرها، علاقتها بينا، علاقتنا بيها. فعندنا عالم الجن وعالم الاخره وعالم الدنيا، عالم الاشهاد وعالم الانس وعالم الحيوانات وعالم. طب ودول كلهم امم مثلنا؟ يعني ايه؟ يعني ممكن اعمل لك انا حلقه بس مش عارف دي تنفع هنا، لان محتاجه عرض جنبي كده. اسمها كده سيكولوجيه تدبر القران الكريم. يعني مش بتكلم انا في تدبر، السيكولوجيه. يعني القران الكريم ده يسموه القران الكريم، كان الدكتور مصطفى محمود يقول القران الكريم كائن حي. الفكره دي كانت ملهمه بالنسبه لي. يعني ايه كائن حي؟ يعني ربنا لما بيوصف حاجه، ربنا يوصف الجنه في الاول مثلا يقول لك جنه اكواب عليه مثلا، ولدان حواليك الولدان يسقوك. يعني ايه الفكره هنا؟ ان ليه الجنه بتتكرر وكل مره يجي بوصف جديد؟ فالدكتور مصطفى محمود يقول لك القران عامل زي الكائن الحي، كل وصف بيزود حجمه. فهي بتتكلم في الجنه الكور كده، لكن اللب يعني، وبعدين كل مره بيضيف حاجه تانية. فالقران كانه كائن ينمو. لما تيجي تتكلم على الله، الله متكرر في كل الصور، قصه يوسف في كل الصور، بس كل مره ربنا بيزيد حاجه، بيزيد معلومه. فكان كل ما تقرا القران وتتدبر تجد ان القران كائن حي يحيا في قلبك لو قريت كده. فممكن اكلمك عن حضرتك عن سيكولوجي، لان عندي منهج الحمد لله فضل سبحانه مهم جدا عن حاجه اسمها طريقه الدوائر في فهم القران الكريم. احنا عندنا دايما لما نيجي نشرح محور 1 2 3 4، انا وحضرتك بنشرح في رمضان من اول رمضان النبوة والصحه النفسيه، وبعدين ناخد النبوة والغضب، النبوة وكذا. لكن لو انت لاحظت حاجه ان كل حاجه مركزها النبي، فاحنا هنا ما بنشرحش محور اول ثم محور ثاني غلط، اللي هو حضرتك الناس في الاعلام احنا دايما كل مره بناخد ايه حلقه بعنوان جديد. البرنامج ده بالذات معمول بطريقه تانية اسمه طريقه الدوائر، كل الحلقات بتصب في نفس النقطه. القران الكريم هو الكتاب الوحيد اللي مكتوب بالطريقه دي. كل سوره فيها ثلاث محاور اساسيين. اي سوره تقراها في القران الكريم فيها كلام عن الله، صفاته، قدرته سبحانه وتعالى، حاجه عن الله، حاجه عن الانبياء والرساله، ثم حاجه عن المعاملات. اي سوره بسموهم كده فيها الاسمنت والحديد والزلط، يعملوا مسلح خرسانه كده يمسكوا البناء القراني القوي. كل صوره فيها كده، ما عدا قصار الصور ممكن تاخد نقطه او اتنين بس، لكن كل الصور التانية فيها البناء ده، فيها الله في الكور بتاعها، فيها الرساله والرسل، فيها عبره والمعاملات وايه اللي حصل، كل القصص كده. وكل القصص بتكبر في بعضها. فلما تشوف موسى مثلا في القران الكريم جه كم مره؟ جه 52 مره مثلا قصه سيدنا موسى. كل لما تحطهم فوق بعض كده تديك معنى في منتهى الروعه. لما تشوف سيدنا محمد هك الفكره ديت، فكره ان عندي حاجه عن سيكولوجيه التدبر. يعني كيفيش انت تقعد تتدبر؟ ما انت لازم تمسك تدبر ده. يعني ايه؟ عارف كده الدبر والقبل. تدبر يعني تجيب الايه تقلبها شمال تقلبها يمين، تحط نفسك فيها تعيشها. الايه دي تخصني في ايه؟ ألم يأن للذين امنوا ان تخشع قلوبهم لذكر الله. اقف، هو ما انش يا عم فتحي تخشع لذكر الله في ايه؟ انت هتفضل مغرور بنفسك لحد امتى؟ كل ايه كان القران يكلم. القران يعني فما كتاب في منتهى الروعه جدا اسمه القران نسخه شخصيه. يعني ايه القران ليك انت؟ هو برايفت ليك انت. ففكره لو احنا قلت في الاخر بقى مع في الايمان والصحه النفسيه، احنا عندنا 1000 امر و1000 نهي في القران. لو طبقت ال1000 امر وامتنعت عن ال1000 نهي انت عندك مناعه نفسيه جنونيه. ليه بقى؟ مش الخمس صلوات بس، دول خمسه، صلي وصوم وزكي وحج خمسه، ودول اسمهم عبادات مش اوامر، دول اسمهم مناسك. عندك 995 امر ثانيه يا سي امين، منهم اسالوا اهل الذكر، منهم تدبروا، منهم تفكروا، منهم الاخذ بالاسباب، منهم الامر بالمعروف، منهم اللين ولو كنت فظا غليظ القلب، منهم الرحمه، برشا بقى برشا. وقت اللي نحكيه على المناعه النفسيه في علاقه بسيدنا الرسول الاكرم والنبي الاكرم عليه الصلاه والسلام، ماذا يقول في هذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ان لاهلك عليك حق ولربك عليك حق ولجسمك ولنفسك عليك حق فاعتق الذي حق حق. يقول النبي صلى الله عليه وسلم انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق. النبي صلى الله عليه وسلم ايه مكارم الاخلاق؟ ان من احبكم الي احسنكم اخلاق. ايه الاخلاق؟ اللي هي القيم، الفاليو. الاسلام جه باكثر من 10 قيم اسمهم بيسموهم يونيفرسال عالميين. منهم قيم التسامح، الحب، العطاء، المشاركه، كل دي فيها احاديث بقى. يعني ترك الغيبه والنميمه عندنا من الكبائر، ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا. كل ده بيعلمك ايه؟ بيعلمك ما تستنفذش مناعتك النفسيه في فيروسات تافهه.
ليه؟ عشان انت اصلا عايز تقوي مناعتك عشان توصل للخالق سبحانه وتعالى. فمثال تعالى كده نشوف، وقولوا للناس حسنا، حب لاخيك ما تحب لنفسك، الصبر والتحمل، حسن الظن بالناس، التمس لاخيك 70 عذرا او كما قال صلى الله عليه وسلم، العفو وكظم الغيظ، فليكن خيرا او ليصمت، الكلام الطيب. الكلام ده مين اللي وصل له؟ الراجل العالم ده وصل للعشر حاجات دول. انا مش عايز يعني اول نقطه فيها الامتنان، الامتنان ده موضوع كبير جدا. يعني عشان امتن لسي امين لازم تكتب كل يوم كل ذو فضل عليك وتقول كده، انا امتن لوجود سي علاء في حياتي، انا ممتن لوجود سي امين بيحبني صديق، انا ممتن لوجود الاسره في حياتي. عكس الامتنان ده يا سي امين هو الحسد، ان انا حاقد حاسد. هذا موضوع خطير جدا، ان اللي ما بيشكرش الناس بيبقى عنده حسد حتى لو كبته، يعني مش لازم تقوله للناس لكن بيبقى كابت جواه. تخيل لو الامتنان ده بس النقطه دي يا سي امين، بيني وبين مراتي، بيني وبين الناس، بيني وبين بين حضرتك، بينك في الشغل هنا، بيني وبين علاء، تخيل بس الامتنان ده. عندي بقى في الانسان الشريحه رقم 3 عشان نفهم النبي صلى الله عليه وسلم والمنهج بتاعنا، المنهج الديني لما نحطه على الحاجه دي. الانسان مكون من 5 حاجات. عشان تبقى عندك مناعه نفسيه قويه يا سامين لازم ال5 اركان دول يبقوا متوازنين مع بعض. رقم 3 في عندي الجسم، الانسان عنده الجسد مكون من جسد، 2 مكون من نفس، 3 مكون من قلب. طب الجسم ده فيه ايه؟ الجسم ده يا سامين هو الكهرباء اللي فيه كل الاربعه اللي بتكلم فيهم دول، يعني نفسي جوه جسمي، روحي جوه جسمي، عقلي جوه جسمي. احنا بنهتم بالجسم كتير جدا من بره، لاحظ الحاجات دي جوه، احنا بنهتم بالجسم من بره. البس للناس، لا احنا بنلبس للناس وناكل للناس ونتكلم عشان الناس ونخلي بالنا من الناس، ما بندخلش جوانا بقى يا سامين. جوانا في نفسنا، نفسنا يعني ايه؟ طموحنا، ارادتنا، اهدافنا، احنا عايشين ليه؟ المعنى من وجودنا، كل ده حاجات عايز اسالها جوه جوه جوه. 2 قلبك، مشاعرك، قدرتك على الحب، مشاعرك الايجابيه، التسامح، العفو، الذكاء العاطفي، الثبات الانفعالي، اداره المشاعر، اداره الغضب، التحكم في الذات. روح بقى للروح، القيم، انت ما هي القيم اللي تقوم بيها؟ ما هي القلب، وعاء الحب والعلاقات، النفس، وعاء الطموح والاراده. عايزين نملى الوعاء ده، الوعاء ده فارغ، والوعاء الفارغ يعمل ضوضاء. لما تحط ده النار في حصاله وتعمل كده تعمل لك فضيحه، لكن لما تبقى حصاله مليانه وترجها ما تعملش صوت. فالوعاء الفارغ، الاونه الفارغه هي اللي بتعمل، او الاناء الفارغ هو اللي بيعمل ضوضاء. بعد كده عندي الروح، الروح دي يا سامين كل الروح من امر ربي. روحي وعاء القيم، يعني ما هي القيم التي انت مؤمن بها؟ فالاسلام جه بقيمه زي الشكر دي وعزز فيها جدا. خلي بالك في قيم كانت موجوده قبل الاسلام، احنا مش عايزين يعني نقول الاسلام جه بكل قيم، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، انما بعثت لاتمم، يعني في مكارم الاخلاق، في اخلاق قبلي، لكن الاسلام جه اصل وجذر لكل هذه القيم وتعمق فيها بشكل ما فيش ديانه ثانيه متعمقه العمق ده في كل الاخلاق. وعاء القيم والاخلاق، ثم العقل، وعاء المنطق والفكر. احنا هنا في الشريحه دي نقول ايه؟ الشريحه اللي بعدها، اللي بعدها قبل ما نروح للتوازن، هتلاقي واحد شكله عامل كده، واحد جسمه كبير كده 35 سنه لكن في مقياس بيجيب الكلام ده، وتلاقي عقله 15 سنه، مشاعره 24 سنه، هو جسمه 50 سنه ولا 40 سنه بس مش متزن، مفيش بالانس. ليه؟ لان الجسم بينمو بالسفن علينا كلنا، كلنا جسمنا بينمو يا سامين، لكن المشكله في الحاجات التانيه ديت بتنمو اختياريا، على انت منتبه لها ولا مش منتبه لها. علماء النفس بقى مسكوا الخمسه دول قسموهم، اوعى تفكر كل واحده من دول فيها مدرسه في العلاج النفسي. العاطفه والمشاعر الايجابيه عندنا البوزيتيف سايكولوجي وعلم الارشاد الاسري، يدرس علاقات الانسان ويدرس الكلام ده كله. النفس فيها الصحه النفسيه كلها، فيها علم النفس كله، 26 فرع في علم النفس. وفي مراحل نمو النفس نفسها، يعني النفس نفسها بتنمو، يعني العاطفه دي بتعدي بست مراحل. في علم النفس الايجابي بتعدي عند سليجمان 6 مراحل. النفس بتعدي بثمان مراحل عند اريك اريكسون. الجسم بيعدي ب10 مراحل، طفولة، رضيع، طفل، شيخ، بالغ أو مراهق، ثم شاب، ثم شيء كهل، ثم الإنسان الكبير في السن ده اسمه إيه؟ الكهل. العقل بيعدي ب4 مراحل عند جان بيجي، ثم الروح عند كولبرج بتعدي ب6 مراحل عشان الإنسان يبقى متخلق. سيكولوجية الأخلاق، الموراليتي بتاعتنا بتعدي بمراحل. الشريحه اللي بعدها واخر شريحه بقى، احنا هدفنا في في الدين بتاعنا، ولا هدفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم كان هدفه، واحنا هدفنا في البرنامج ده نوصل للتوازن. جسمي مليان، بهتم بجسمي وبلعب رياضه وبنام وباكل تغذيه صحيه، ادي كده جسمي مريجل اهو، بس ما مش على حساب قلبي ومشاعري. قلبي برضه ومشاعري، بتعلم اتحكم في غضبي، بتعلم ادير نفسي، عندي قيم، وعندي في الروح عندي قيم ومبادئ حكماني، وعندي في النفس طموح واراده، وعندي في العقل منطق. للاسف احنا الجسم اوكلناه للبيت، اكل شرب حمي لبس. طب والعقل؟ المدرسه، احفظ 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 احفظ، واحنا المدرسه جزء من العقل. والنفس والطموح والمشاعر سيبناهم كده ربنا يهديه، ان شاء الله يعرف
تو لما يكبر يعرف الدنيا تعلمه الدنيا تعلمه يتعلم. ما احنا عندنا قانون اسمه مع التجريب يحدث التخريب. اي حاجه تجربها لاول مره هتخربها. هات تليفون جديد صلحه هتخربه. المايك ده انا هصلحه هخربه اول مره. فالمشكله انك انت لما تجرب انت الاول ها من غير مرشد من غير حد يبقى معاك من غير اب واعي من غير ام واعيه من غير حد بينصحك بلين وبرفق وبرحمه يحصل ايه؟ تخرب. بتخرب في مين؟ بتخرب في نفسك. يعني واحد يروح يجرب المخدرات يقول لك اروح اجرب المخدرات، طب ما انت هتدمن. لا فما جزء كبير يقول لك خليه يجرب ما ينسالش صغير لازم يجرب. نحبوا فما اولياء نسمعهم نحبوا يجرب كل شيء باش في نهار اخر يبدا فايق. يجرب كل شيء ما يضروش اي حاجه اي حاجه تاثر على الاثنين دول ممنوع يجربهم. تاثر على السلامه الجسديه بتاعته لا قدر الله، يعني مثلا يحط المسمار في الضوء مثلا يمسك البوتاجاز مثلا ويجرب ايه يقف على سور البلكونه مثلا او اي حاجه يسوق الكهرباء بسرعه مثلا اخطر من القانون ما بيقولها مثلا. تاني حاجه اي حاجه تخص الله سبحانه وتعالى، اي حاجه محرمه على المراهق لا، هجرب مخدرات هجرب خمر هجرب علاقات جنسيه لا طبعا. دي الحاجتين الاثنين دول بس. اتشفع في حد من حدود الله يا اسامه؟ ستوب اقف كل واحد. اختم بقى عشان نزود المناعه النفسيه في حاجه اسمها ثلاثيه الروعه. ثلاثيه الروعه لو الوقت خلص اقولهم بسرعه ولا نخليهم المره الجايه؟ سيش قولهم بسرعه بسرعه بسرعه. ثلاثيه الروعه الهجر الجميل هو الهجر بلا الهجر بلا انقطاع. يعني ان انا مثلا زعلان من سي امين قبل العيد اعمل ايه؟ في المناسبات قاعد عليه بس من غير ما احتك بكتير. اثنين الصبر الجميل هو الصبر بلا شكوى، وما احوجنا للصبر الجميل دلوقتي لان ما ينفعش انا صابر والسكين في بطني انا واشتكي. ثم العفو الجميل واصفح الصفح الجميل. يقول لك هو التسامح بلا عتاب، سامحتك لوجه الله يا سي امين. اللي يعمل الثلاثه دول مناعته النفسيه تبقى في السماء لانه مش هيكبت حاجه خالص ان شاء الله. تسامحنا لوجه الله صديقتنا من قسم الاخبار.